بين القرار والاشتباكات والهدنة والانسحاب، هكذا باختصار ما وقع في جدابيا. قتيل و14 جريحا وقعوا في جدابيا اليوم. طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم ويسادة في تغطية الاحرار لتطورات الوضع لما يحدث في مدينة جدابيا. مشاهدينا الكرام، قبل ان نتطرق ونبدا ونفتح الحوار في هذه الساعة مع ضيوفي الكرام، دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يرصد لنا ما حدث، من ثم نعود لنبدا الحوار. مدينة جدابية تشهد وضعا متوترا بعد تجدد الاشتباكات المسلحة التي وقعت السبت بين كتيبتي شهداء الجزيرة وعلي حسن الجابر التابعتين لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي المتمركزة في معسكر الحنية وبين ما يسمى بكتيبة إقليم برقة. أدت الاشتباكات إلى إصابة 16 شخصا أغلبهم بشظايا لقذائف سقطت على المدينة جراء هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة رغم تواصل مساعي التهدئة وضبط النفس التي دعا إليها الشيخ صالح لطيوش شيخ قبيلة المغاربة والجهود التي يبذلها المجلس المحلي إجدابية للم الشمل عبر اجتماعه بالأعيان وحكماء المنطقة. قال آمر غرفة عمليات الوادي الأحمر العقيد بشير أبو ظفيرة إن اجتماع مجلس حكماء وأعيان ليبيا للمصالحة وعدد من قادة التوار بمنطقة هراوة تركز على التأكيد على ضرورة انسحاب القوات العسكرية من الطرفين ورجوعها إلى حدودها الإدارية وتبادل تسليم الأسرى بينهما. وكانت رئاسة الأركان العامة قد نبهت المواطنين في المدينة وضواحيها بأن كتيبة شهداء الجزيرة والقوات المتواجدة في معسكر التسليح بمنطقة الحنية تابعة للجيش الليبي، وطلبت عدم الاقتراب من معسكرات ومواقع هذه القوات. ولكن مسلحين ينتمون إلى ما يسمى المكتب السياسي لإقليم برقة هاجموا قوات تابعة متمركزة في معسكر الحنية، فيما تسعى قوات إبراهيم جدران إبعاد القوات الحكومية المكلفة بتحرير الموانئ النفطية التي يسيطر عليها ويمنع من خلالها تصدير النفط منذ أكثر من 8 أشهر، وذلك بعد أن عاولت كتيبة علي حسن الجابر التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي السيطرة على معسكر الحنية بعد أن انسحبت منه سابقا إثر اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة أخرجتهم خارج المدينة بحوالي 20 كيلومترا. هذا وساد الهدوء المنطقة بعد أن تدخل أعيان وحكماء المنطقة لوأد الفتنة قبل استفحارها. أحمد الماجني، ليبيا لكل الأحرار. لمناقشة هذا الموضوع والسادة معي عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي السيد مفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة برنيق، وأيضا معي عبر الهاتف كل من السيد أشرف القطعاني عضو مؤسسات المجتمع المدني بمدينة جدابية، وكذلك العقيد بشير بوظفير آمر قطاع الحدودي بمدينة جدابية، وأيضا سوف ينضم معي الصحفي صالحين الزروال من مدينة جدابية ليحدثنا عن مستجدات الأمور وتطوراتها في مدينة جدابية. بداية أذهب إلى السيد بشير بصير. سيد بشير، ورحب بك في تغطية ليبيا لكل أحرار. يعني حبذا أن تضعنا الآن في الصورة، الأنباء تتحدث عن تهدئة وانسحاب لكتيبتي علي حسن الجابر وشهداء الجزيرة، وأنباء أيضا تتحدث عن 14 جريح وقتيل وقعوا في ضمن هذه الاشتباكات. اولا نرحب بك والاخوه المشاهدين، ونتمنى لليبيا الامن والامان وحفظ الله ليبيا. اللهم امين يا رب. فعلا بجهود الخيره من اهل الخير، ونحن طبعا في جدابيا تربطنا روابط اجتماعيه وعلاقه خاصه بجدابيا والمنطقه الشرقيه بصفه عامه. فنحن لنا ترابط خاص ولنا عادات خاصة ممكن نختلف على جميع المناطق. فدائما حتى في سابق العهد الماضي عهد القذافي نحن نقوم بحل جميع مشاكلنا عن طريق العرف وعن طريق الحكماء ومشايخ القبائل. وفعلا بهذه المناسبة نزف هذا الخبر الإخوة الليبيين بيننا، توصلنا لحل مرضي للطرفين وتم انسحاب كتيبة حسن جابر إلى
البيضاء، وتم تهدئة كاملة وهدنة كاملة، وغدا إن شاء الله حنقوم بإسحاب القوات إلى موقعة كاملة. طيب كتيبة علي حسن الجابر وشهداء الجزيرة التابعة للعقيد محمد بوخفير قد انسحبت الآن السيد بشير. لا صراحة احنا لا نحبذ ان تكون الجزيرة في الطرف في الموضوع، لان الجزيرة من مدينة شدابية وليس من ليس تابعة لهذه الكتيبة، كتيبة وحدها وهي من شدابية وموجودة في معسكر خاص بها، ونحن لا يوجد اي خلاف بينه وبين القوات الثانيه وموجوده نعم القطاع اجدابي، وهي موجوده من ضمن وحدات اجدابي، يعني لا غبار عليها ولا خلاف عليها. هالخلافات اللي تحدث دائما بسيطه وسهله وتحل يعني باي طريقه يعني، ونحن كما قلت لك احنا نختلف اكثر من المناطق الشرقيه، بل المناطق الشرقيه لها ارتباطات واحنا ارتباطاتنا اقوى منها في العمل الاجتماعي. طيب هل لي أن أسأل سيد بشير، ما الذي يعني جعل هكذا حالة في مدينة جدابية ليلة أمس أو فجر الأمس تحديدا واستمرار هذه الاشتباكات، ما الذي يعني جعل هكذا نشوب حالة من الاشتباكات بين هذه الكتائب، كتيبة علي حسن الجابر وأيضا قوات برقة التابعة لإبراهيم الجدران؟ صراحة أخي وزميلي محمد خفير وضابط، نحن نكون له كل الاحترام والتقدير ونعرفه وزميلنا ونعرفه عن قرب وتربطنا به علاقة شخصية، لكن عدم التصرف الصحيح هو من خلق هذه الوضعية اللي حدثت. كيف؟ لم يتبعوا الإجراء الصحيح لا من قبل الرئاسة ولا من قبل هذه الكتيبة، فهو من أربك هذا الموضوع وخلط الأوراق حقيقة، وكانت فرصة لمن هو عايز التشويش والفتنة في ليبيا، ولكن الحمد لله لأن نحن كل الناس تدعي للخير وللحمة الوطنية، فنحن تنبينا بسرعة وحقيقة بسرعة يعني تفادينا هذا الخطر اللي كان حادق بمنطقتنا وبأهلنا وقاربنا وحبايبنا. طيب لكن أريد أن أفهم يعني ما الذي جعل كتيبة علي حسن الجابر تأتي من مدينة البيضاء حتى إجدابية، ولماذا وهي قوات تابعة للجيش كما تقول رئاسة الأركان وخارجة بقرار ربما هكذا تقول بعض المصادر، ما الذي جعلها يعني ما الذي جعلها تخرج من مدينة البيضاء حتى تأتي إلى مدينة إجدابية؟ وأيضا أسأل في مدينة إجدابية سيد بشير، هل ثمة كتائب أيضا أو قوات تابعة لرأس الأركان عدا قوات ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة؟ لا نحن كيف نحن قاطع حدودي يتبع منطقة بنغازي، أنا قاطع حدودي تقع حدودي الإدارية اللي أنا مكلف بها من سي عبد العاطي شرقا حتى النوفلية غربا، هذه تقع في اختصاصي ناو نعمر قاطع وتبع رئاسة الأركان، وهذا قاطع من قبل حتى قيام الثورة موجود أساسا، هذه حدود إدارية موجودة قبل حتى ثورة 17 فبراير. طيب فالتجاوزات اللي حدثت من رئاسة الأركان هي من أربك هذا الموضوع من أخلط، وهي عموما الموضوع كان وراها أجندة وكانت وراها أهداف، وللأسف نحن بمرارة لو كان رئاسة الأركان تسير بهذه الطريقة احنا سلام على الجيش الليبي والله صراحة. إذا كان هذه أنا أمر قاطع ضروري نعلم قبل أي شخص. شيء ثاني، حتى لو حدث تجاوز كان أمر كتيبة يجيب لي صورة من التكليف وصورة تبقى معاه من الكتاب حتى نقوم بترتيبات حتى لا تحدث هذه المشكله. وبعدين احنا ما طلبنا تكليف واحده خارج منطقتنا، احنا لو طلبوا منا نحن قادرين، في حاله عدم استطاعتنا سوف نستعين بالمنطقه اللي احنا نتبعوها بنغازي، ولا نتبع الجبل الاخضر، الجبل الاخضر منطقه بروحها وهذه كتيبه تبع الجبل الاخضر. طيب بروحها يعني طيب لا حتى نفهم بعد هذه التهدئه الحمد لله ووصول الأطراف وأيضا وجهاء القبائل تدخلوا في هذا الأمر، لكن حتى نفهم ما يحدث القصة لازالت غامضة، يعني سألتك هل السيد والعقيد محمد بوخفير خرج بكتاب من رئاسة الأركان هكذا، هذا الذي أفهمه الآن؟
لا لا يوجد كتاب عندي، ولم يبرز لي ولم يحضر لي ولم نرى كتاب. طيب سألت رئاسة الأركان، سألت رئاسة الأركان حضرة العقيد بشير؟ نعم. هل سألت رئاسة الأركان هذه القوة التي دخلت مدينة جدابية جاءت؟ أنا غير ملزم بالكلام هذا، هم من يعلمون هنا. قبل تجي القوة وقبل تدخل القوة وقبل تكلف وباستشارتي الأول. طيب ممنوع. طيب ممنوع في الأسلوب العسكري وفي السياق العسكري ممنوع يكلف أي واحدة خارج هذه الإجراء. طيب ضروري يتبع السياق اللي هو متبع عندنا. إذن العقيد بشير بوثير يحمل ما يحدث الآن في أو حدث في مدينة جدابية وبعد وصول إلى الهدنة والاتفاق في هذه الحالة إلى أن رئاسة الأركان هي من خلقت هذا الإرباك وهذا الموقف في المنطقة الشرقية وخاصة في جدابية، ورئاسة الأركان تتحمل ذلك، وليس لدي علم بأي مذكرة أو كتاب عسكري جاءه يخاطبه بأن هناك قوات سوف يعني تدخل مدينة جدابية لتدخل معسكر الحنية. لكن حضرة العقيد بشير، إذ ما لم يكن هناك كتاب جاء من رئاسة الأركان لهذه القوة، هل أنت سألت بدورك العقيد محمد بوغفير ما الذي أتى بك إلى مدينة جدابية؟ ما أنا قلت لك السياق المتبع عندنا يقوم الضابط المكلف حتى لو نحن لم يحضر لنا كتاب أو تأخر في البريد أو لم يرسل لنا بطريقة عفوا أو نسيان أو تقصير عمل، يحضر الضابط المكلف شخصيا بدون قوة قبل دخول القوات ويحضر الكتاب بتاعه ويقدمه لنا ويعطينا منه صورة. هناك ممكن نحن نستفسر من رئيس الأركان، لكن لم يقدم لنا كتاب، وهذا تجاوزات، وهذه صراحة موضوع وراها أجندة معروفة من وراء هذا الموضوع، هو المؤتمر الوطني، لأن هو أراد أن يخلط الأوراق في 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 الناحية الغربية، وخلط قبل مع برقة ووقعنا في فتنة وقعدنا فيها حوالي 10 أيام لولا حتى الخيرين ولأهل الخير اللي تناموا وتدخلوا في الموضوع، لكن وقع لا يحمد. طيب لا لكن هناك جزء حضرة العقيد هي فإذا بينا يوقعنا في منطقة جدابية. طيب هناك جزء من الأسئلة سوف أطرحه في مسألة الهجوم وما حدث، لكن يعني أنت تقول أن ليس لدي علم كيف جاءت هذه القوة وكيف دخلت، وهذا تجاوز عسكري كما تقول، لكن وأيضا تستخلص نتيجة وتقول أن المؤتمر الوطني يخلط الأوراق، ونعرف أن هذه أجندة من المؤتمر الوطني خلط الأوراق بعد ما حدث في المنطقة الغربية، وتقصد ما حدث في سرت تحديدا الآن يخلطها في مدينة جدابية، كيف توصلت إلى هذه النتيجة؟ صراحة نحن لنا 3 سنوات في الثورة، منطقتنا جدابية والمنطقة الواقعة بين سرت ومصراتة وسرت وجدابية منطقة هادية جدا لا توجد فيها أي أحداث نهائي. لا حضرة العقيد، سؤالي كان واضح. حضرة العقيد سؤالي كان في اتجاه واحد، أقول لك وأكرر هذا السؤال، أنت تقول أن المؤتمر الوطني يخلط الأوراق في مدينة جدابية بعدما حدث في سرت وتمت التهدئة الآن يعود في مدينة جدابية، وفي ذات الوقت تقول ليس لدي أي علم أن هناك مذكرة ولا يوجد أي خطاب من رئاسة الأركان بدخول هذه القوات. طيب أنت كيف بنيت هذا التحليل أو هذه النتيجة على معلومات ليست لديك؟ أنا وصلت، أنا استلمت، تم تمرير لنا رسالة من السيد علي زيدان بتكليف قوة الوسطى بتحرير قاعدة خضرابية بالوقت اللي علي زيدان غير تابع لها القوة درع ليبيا، درع ليبيا تتبع رئيس الأركان. فعندما عرضنا الرسالة على رئيس الوزراء الجديد لا توجد لدي علم بها، ولا موجودة في الأرشيف، ولا موجودة في المراسلات الرئاسة نهائي، غير علمين بها نهائي. كيف زيدان وقع هذا الكتاب وكلف به الدرع الوسطى من نجد؟ هي مساومات وحسابات، ممكن حتى علي زيدان تم عرض عليه هذا حتى لا يتم الحجب الثقة عنه، ولكن بعد وقع القرار تم حجب الثقة عنه. طيب أنت تقصد قرار 42 تحديدا؟ لا، هذا كتاب دائرة رئيس الوزراء وهو مش من اختصاصه. طيب تحرير القرضبية. طيب وإن الدروع غير تابعة لرئيس الوزراء، تابعة للسركان، والسركان غير تابعة للوزراء، تابعة للمؤتمر.
طيب. كيف يدخل رئيس الوزراء ويدير كتاب يحرك به دروع من مكان لمكان؟ حتى لو تجاوزت وزارة الدفاع وكلفت ممكن يقبل، لكن يتكلف برئاسة رئيس الوزراء تقوم بتكليف الدروع بالتحرك، هذا شيء مشين وشيء غلط وشيء إرباك وشيء مساومات، وشيء أنا متأكد كان فيه مساومات من أجل بقاء زيدان في منصبه. طيب هل وصلك قرار 42 بتنفيذ لإخلاء المواني وفك الحصار على المواني النفطية؟ أنا وصلتني من الرسالة. أول حاجة القرار 3 شهور باش يتم تجهيزه، 3 شهور يعني صادر في خلال 3 شهور يتم تكوين قوة عسكرية من 10 مناطق. طيب وحول للسركان للتنفيذ خلال 3 شهور يتم تجميع القوة ولم ينفذ، يعني 3 شهور جمع القوة وتقوم بالتنفيذ بعد 3 شهور. نعم، لكن سيد بشير بعدين نحن داخلين في 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 إشكالية عامة في ليبيا، ما هي في النفط بس، في مشاكل جمة. طيب في عدة مشاكل، لكن عقيد بشير عقيد بصير نعم المصالح الوطنية عامة مش تنتهي القضية، ما تبقاش في أي خلل في مكان. طيب لكن عقيد بطفير، وأنت آمر القطاع الحدودي في مدينة جدابية وهذا الموقع العسكري، أريد أن أسأل عن تفاصيل ما حدث. من الذي اعتدى عن في البداية؟ هل القوات التابعة لإبراهيم الجذران أم كتيبة علي حسن الجابر؟ طبعا هي خلت موقع في الاول في الجزيره، في كثير موقع في معسكر الجزيره، معسكر الجزيره هذا في وسط المدينه. تم البلاغه عن الكتيبه هذه حاضره الى الدخول الى ميناء زويتينا، تلاقت الاخبار بالاشاعات والكلام هذا، فهنا تدخل قوه الحرس والناس المواطنين الاخرين وطلبوا من الكتيبه الخروج. هنا تفاقمت المشكله بعد مشاورات وبعد مفاوضات، تم خروج الكتيبة هذه وانتقالها من معسكر الجزيرة إلى معسكر التسليح. الكتيبة لا يجوز لها، نحن حتى نظامنا في الجيش يمنع نقل وحدة عندها قرار تمركز، عندها قرار تتمركز الوحدة في المكان الفلاني، لم يعطى ورقة هكي بيضة وعدي دير وفعل وترك، تنقل الكتيبة تلحق في المكان اللي هي مشت له مركز ضروري من قرار تمركز، يعني مش انت بمزاجك تجي في اي مكان تقعد فيه. طيب يقولوا لك عدي تمركز واعطوك قرار تمركز، تتمركز الوحده الكتيبه الفلانيه في المكان الفلاني يحدد لك حتى لا تسترق في اي مكان. طيب هذه لا عندها تمركز قرار تمركز ولا عندها قرار تكليف ولا عندها شيء. طيب يعني غير فوضى عشان يربكونا وعشان يخطوا اوراقنا، ونحن منطقتنا هادي وهانيه بصراحه، ونحن متفاهمين وقايمين بواجبنا. الامن في جدابية معروف على مستوى ليبيا. طيب لكن من اجل بقاهم الساده اعضاء المؤتمر وعلى راسهم من هو يمثل جدابية بصراحه، واللي لم يحرك وساكن بل مبسوطين جدا مما حدث في جدابية، وهذا عار عليهم، عار عليهم، لان كانوا المفروض كانوا اول من جاء عالج المشكله معنا. مفاجئ ما كانش الموضوع يعني من نهايه، مما يدل ان المهمه تبع الاخوان وعندهم اجنده ثانيه. طيب وغير غير غير تبعين لهذه المدينه ولا لها مرتبط. حتى واحد ما جاء ناقشنا في مشكله جابي يشتر فيها، ولا جاء وقف معنا ولا جاء دخلنا عشان يحل مشكلتنا. طيب لكن عقيد عقيد بشير نعم يمثلون هذه المدينه؟ ابدا ما يمثلوا هذا. طيب انت يعني حاولنا فعلا اتصال باعضاء المؤتمر الوطني عن مدينه جدابية وايضا المجلس المحلي لمدينه جدابية حتى يعني نفهم ما يحدث حقيقه من ممثلي هذه المدينه في المؤتمر الوطني. لكن عقيد بشير، يعني هل القوى التي شاركت في هذه الاشتباكات هي قوة تابعة للقاطع الحدودي الذي أنت ترأسه، أم كما يقال وكما يتحدث الكثيرين عنه هي قوة تابعة لإبراهيم الجذران؟ لا، هي قوة بقى اللي صار، اللي هي مكلفة حرس المنشآت أساسا، حرس منشآت أما اللي من قاموا بهذا التدخل، قوة حرس المنشآت الموجودة في الزويتين وفي البريق وفي راس النوف، أما من قاموا
بتصدي لهذه المجموعه. طيب هل طبعا لدينا هل عقيد بشير هل رجعوا اليك استشاروك في هذا الامر وانت امر لهذه المنطقه العسكريه؟ صراحه نحن مقدمين مذكره بهذه الخصوص. احنا للاسف الاستكان لم تحرك ساكن في هذا الموضوع. قلنا لا نحن العيب الموجود احنا في التفصيل تو الموجود وهذا شيء غلط تو حدث صراحه بعد الثوره. هذه الادارات موجوده مستقله، الحرس المشاهد هذه اداره مستقله ما تتبعنيش انا، اداره حرس الحدود مستقله ما تتبعنيش انا. هذه الادارات موجوده غير تابعه لنا في الوقت اللي هو النظام السابق اللي قبل معمر يخرب الجيش. كانت المنطقه العسكريه اللي هو لا مثلا الناقة طحنة جميع من هو يتبع الجيش في أربك الناس. طيب. دخل طبعا إدارات مختلفة مستقلة. طيب لا. إدارة تشتغل حالة يعني هذه القوات التي حدثت الشبكات بينها وبين كتيبتي علي حسن الجابر وكتيبة علي حسن الجابر لا تتبعك كأمر عسكري، ولا أعرف مدى شرعية هذه القوات كيف تعتبرها سيد عقيد بشير، لكن أنت تقول أن الأمور هدأت وأن بعد جهود حثيثة من لا 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 لا, لا الشرعية غير اسمعني، لا نطلب في الشرعية لأنها محرص منشآت والاخرين قوات برق الجزيرة من حرس المنشآت. قوات برق ام حرس منشآت؟ لا حرس منشآت، كتيبة الجزيرة حرس منشآت، القوة اللي هاجمت حرس منشآت، الكتيبة اللي استضافت حسن جابر تبع حرس حدود. يعني هذه الوحدات كونها هن غير خاضعة للتعليمات او غير تابعة لادارتها، مش خاضعة لادارتها او ضعيفة ادارتها، ضعيفة غير تابعة لها، هذيك شكل ثاني. هو هذا الموجود حاليا عندنا، هو يقول لك هذا شرعي، وهو شرعي غير بالاسم، لا يتبع ولا يعرف ابنائي. لو جيت تقول له انت وين دارتك ما يعرف ادارته وين ماشية. طيب. ولا يتعامل وياه ولا يسمع في كلام ادارته ولا عنده علاقة. طيب. تخلص في فلوس وتعامل وياه وخلاص. طيب عقيد بشير، أنت تؤكد أن قتيل و14 جريح وقعوا في هذه الاشتباكات وأن الأمور الآن وصلت إلى التهدئة وأن القوات ربما أو هذه كتائب خرجت الآن من مدينة الجابي أو ستخرج في قادم الساعات؟ خرجت، نعم خرجت، في اللي بزاد خرجت وإن شاء الله انتهى الموضوع وبكرة حنسحب جميع القوات إن شاء الله، لأني من أشرف على هذه الخطة التنظيمية اللي هي الانسحاب والتهدئة أشرفت عليها شخصيا، تدخلت هناك أمر قاطع حاليا نعم بمساعدة حق الوجهاء وأهل الخير والحكماء، وهم أهل الحقيقة سواء من طرف الكتيبة الضباط المتواجدين في هذه الكتيبه سواء من الاخ امر حرس المنشات الوسطى، حقيقه كانوا مستجيبين لي جدا وكانوا مجاوبين معي وكانوا حابين ان وصلت، يعني ما كانوش معترضين على وصلتي في الموضوع وبارك الله فيهم ولبوا كل ما طلبوه منهم اخوانهم واهاليهم وابهاتهم لانهم هم شيوخ قبائلنا. اشكرك من حق صراحه نحن منطقتنا الجابيه كان متحرك واضح جدا ونفسي بدون تخصيص والله صراحه لما كلهم سعوا وتعبوا في الموضوع، لكن كانوا فيه دورين بارزين لاشخاص الاخ الحاج صالح رطيوش والعقيد عبد المجيد الكاسح والحاج فتحي سيد كان لهم دور بارز في هذه القضيه حقيقه. طيب اشكرك جزيل الشكر سيد بشير والعقيد بشير بطفير امر قطاع الحدودي، كنت معي عبر الهاتف من مدينه الجابي. اعود الى بنغازي وارحب بضيفي رئيس تحرير صحيفه برنيق الاستاذ مفتاح بوزيد. استاذ مفتاح، لأنك استمعت في هذه الحوارية التي أجريتها مع العقيد بشير بوطفير ما وقع في مدينة جدابية وهذا الغموض الذي يكتنف ما حدث ومسألة الإربكات وهذا القرار والتكليف ومسألة التبعية القوات التابعة، لا نعلم ما مدى تبعتها لرئاسة الأركان وكيف المؤتمر الوطني يفكر في ذلك، أنت كيف تقيم المسألة أو كيف تعلق على ما حدث في مدينة جدابية؟ أولا سيدي أخ محمد، أنا أقدم التحية لك ولكل مشاهدينك وأقدم التحية للعقيد بشير بوطفيرة الذي طمأن كل الليبيين. الحقيقة ما يحدث في جدابية هو يزعج كل الليبيين الذين يقطنون في كل ربوع ليبيا ما يحدث في جدابية. الحقيقة نحن كجسد واحد، يعني كلنا إن إذا تم
جريح واحد ولا اقتتال بيننا، ونحن كنا نريد أن نتعلم بأننا لا نرفع هذا السلاح في وجه بعضنا بعد ثورة 17 فبراير، بعد إسقاط نظام عمر القذافي. ولكن نحن كل يوم نسمع هناك مناوشات بين منطقة ومنطقة، كنا نسمعها كثيرا في المنطقة للأسف التي بها ثقافة المدينة المهزومة والمدينة المنتصرة بعد ثورة 17 فبراير. أما نحن في الشرق كنا نعتقد أن هذه الأمور لا تحدث لنا لكون النسيج الاجتماعي مهم جدا. أنا استمعت إلى بشير بوضفيرة ويتحدث، حقيقة الأمر على قد أنا ماني سعيد ومبسوط بانتهاء هذه المشكلة ودخول العقلاء والحكماء، إلا أنني منزعج جدا على الوضع في ليبيا. كيف يكون بهذا الشكل؟ كيف يتحدث عقيد بأن هناك كتيبة كاملة تدخل من مدينة البيضاء إلى جدابية وليس لديها تعليمات وأوامر إلا إذا كان هناك استنتاج يتحدث عليه هو السيد العقيد أنه كان سبب فيها المؤتمر الوطني؟ كذلك يتحدث بأن هذه الكتائب لا تخضع إلى رئاسة الأركان، هي مسمى فقط. ونحن نتحدث باستمرار، وكنت أنا قبل ما تبدأ في حلقتك كنا نتساءل هل نحن بالفعل لدينا جيش ولدينا مؤسسة عسكرية أم لا؟ كل هذه الكتائب تقول نحن نتبع للشرعية، نحن نتبع إلى رئاسة الأركان، نحن نتبع إلى وزارة الدفاع، نحن نتبع إلى كل هذه القواطع وهذه الأسماء المسماة، كلها تأخذ في رواتب، كلها لديها أوراق رسمية. يعني نحن الحقيقة لكن أستاذ مفتاح، من نلقي اللوم اليوم على من؟ على القوة التي دخلت أو القوة التي موجودة الآن وهي قوة دفاع برقة في والله نخلق. أنا الآن أخ محمد، حقيقة الأمر أنا منزعج جدا من الكلام اللي سمعت الآن. أنا قلت لك الحاجة الوحيدة اللي أسعدتني أنه هو وقف هذا الاقتتال بين الليبيين في جدابية، بين الأسرة الواحدة، بين العائلة الواحدة. ولكن أنا منزعج من الوضع القادم. يعني الآن نحن بانت لدينا الصورة كيف تحدث المشاكل في الغرب، كيف تحدث المشاكل في الجنوب، كيف تتحرك قوة بدون أن تعلم الجهة الأخرى الموجودة، اللي هو مثلا كيف متحدث بشير بوضفيرة أنه ليس لديه أي ورقة أو إخطار أو علم بتحرك هذه الكتيبة، وبالتالي تحدث هذه المشاكل. يعني نحن أمام يعني مشهد مربك. القوات المسلحة العادة تخضع إلى الأوامر وعلى الانضباط والتعليمات، وما تحركش فرد من فرد، ما تحركش شخص أنه هو يقدم ياخذ سلاحه ولا ياخذ يعني يتحرك في مكان معين. نحن الآن في هذا المشهد، مشهد مزعج، مشهد الحقيقة يبكي على ليبيا. إذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل، يعني أنا أريد إجابة فقط، هل نحن لدينا جيش أم لا؟ هل هؤلاء القوات بالفعل يخضعن إلى التعليمات والربط والضبط ولديهم أوامر عسكرية ولديهم رتب ولديهم أرقام عسكرية، أم أن هؤلاء تم شرعنتهم بدل الورقة العرفية هذه التي لديهم؟ هل بالفعل نحولهم إلى نظاميين؟ هل هؤلاء بالفعل جيش ليبي يحمي سيادة الليبية وحدودها؟ أم أن هؤلاء الحقيقة الأمر أنهم يفرغوا في الخزينة العامة من حيث استلامهم لمرتبات المؤهولة التي تحدث عليها لجنة المالية في المؤتمر الوطني؟ يتحدث على مليارات يا سيد محمد. لابد أن نكون واضحين اليوم، هل هؤلاء بالفعل جيش وطني حقيقي؟ هل هؤلاء نعتمد عليهم؟ وإذ كان هؤلاء جيش حقيقي، أين هم مما يحدث من اختراقات سواء في بنغازي ولا في درنة ولا في غيرها؟ لماذا يعني عندما يتحدث ويقول لا 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 بأن الدروع؟ ربما تطرني هذا السؤال، ما الذي لا أفهمه حقيقة؟ كان هناك اتفاق وهدنة ووضع لجنة لتشكيل لجنة لحل الأزمة في أزمة المواني النفطية في بعد ما حدث في مدينة سرت، وتلك القصة عن قاعدة القرضبية والحديث عن الدرع الوسطى وأيضا الاشتباكات وهذا التوتر الذي كان موجود. كان هناك اتفاق وهدنة لتشكيل لجنة لحل المواني النفطية بحل سلمي. الذي لا أفهمه، لماذا هذه القوات تدخل ويتم تأجيج الوضع من جديد داخل مدينة جدابية والكل يعلم حساسية الموقف هناك في المنطقة الوسطى أو في الهلال النفطي بشكل واضح؟ نعم، المشاكل كثيرة أخ محمد. أنا ما زلت في استطراد لكلامي. يعني ما زال يتحدث السيد العقيد بشير على أن الكتاب
موقع عليه السيد رئيس الوزراء. أنا لم أعلم في حياتي أن رئيس الوزراء يحرك كتيبة أو يحرك جيش. ومازال نفس السؤال، مازالت مشكلتنا هل نحن لدينا جيش أم لا لكي يتحرك؟ إذا لدينا جيش نطمئن، بس كيف من يحركه ومن يتبع هذا الجيش؟ أما الآن يعني مثلا تتحرك كتيبة من البيضة إلى 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 إجدابية، وحتى الكتيبة بتاع إجدابية يعني حرس المنشآت أسمحنا نسميها كتيبة إبراهيم الجدران. هل يعقل الآن ونحن نسمي كتيبة باسم شخص؟ هل هؤلاء بالفعل حتى إبراهيم الجدران، حتى هذه الكتيبة حرس المنشآت، هل هي كتيبة رسمية أم لا؟ هل هذه الكتيبة الآن بعد إقفالها لمواني النفط هل هي خاضعة للقوانين العسكرية؟ هل هؤلاء محاسبين قانونا؟ هل هؤلاء أوقفت مرتباتهم؟ نعم. يعني الأمر المشهد يا أخي محمد مربك ومعقد، لأن ما فيش شفافية. هل قرار 42 بتاع المؤتمر الوطني هل هو أصلا قانوني أم لا؟ يعني تحدثنا 12 امرأة، 12 عضو في المؤتمر الوطني، وكان شجعات جدا وتحدثوا بشكل واضح بأن هذا التفويض الذي أعطي للسيد رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين كان لمدة شهر وقد انتهى قبل إصدار هذا القرار. يعني القرار باطل أصلا، القرار باطل أصلا. طيب نحن لسنا مع قفل المواني النفطية بأي شكل من الأشكال. أنا أقول لك بأي شكل من الأشكال، هذا النفط لكل الليبيين، وعليه أن يستمتع به كل الليبيين، وعليه أن يصرف به كل ليبيا بغض النظر عن ما يقولونه برقة أم لا. يعني التقسيمة اللي عملوها 15% لأن النفط عندهم ولا غير عندهم، نحن ضد قفل هذه المواني، ولكن كذلك علينا أن نقول ضد ما يحدث من المؤتمر الوطني. طيب لابد ان نقول، انا كنت اتمنى لابد ان يتحاسب السيد رئيس المؤتمر الوطني يا محمد على هذا القرار. كيف تصدر انت قرار بصفه وانت ليس لك، انت تنتحل في صفه القائد الاعلى وانت لست القائد الاعلى؟ لابد ان يتحاسب. من الجهه التي تحاسب هذا الرجل؟ خاصة أنا أقول لك بعد، يعني نحن كنا ننتقد في السيد زيدان على أداء الحكومة، وإلى الآن أنا أقول لك الحكومة بالفعل أداها كان سيء ولم توفر استحقاقات هذه المرحلة، ولكن أنا برضو مقابلها أقول لك من جديد استفرادهم الآن المؤتمر الوطني بهذه الكتلة الموجودة غادي التيار الإسلامي، حقيقة الأمر يرجع طيب علينا بالبلاء في ليبيا. طيب نحن لا يمكن ان نوافق، لكن ان شخص ينتحل رئيس المؤتمر بهذا الشكل انتحل يا اخي محمد. طيب يعني لابد ان نشوف، لابد ان نرى ان هناك قانونيين يقولون لنا ان هذا الرجل عندما اصدر القرار ليس قائدا اعلى، عندما اصدر هذا القرار ما هي التهم القانونيه الموجهه اليه؟ طيب انا اليس هناك رجل رشيد؟ لكن دعني في مساله في ما وقع في جدابيا استاذ مفتاح ابو زيد، سعود اليك الان ايضا معي عبر الهاتف السيد اشرف القطعاني عضو من مؤسسه المجتمع المدني يحدثني عبر هاتفيا عبر الهاتف من جدابيا. السيد اشرف اهلا ومرحبا بك في تغطيه الاحرار. يعني الذي جرى في جدابيا ربما تحدث عنه العقيد بشير بوظفير، لكن سمعنا أن هناك لجنة لتسوية كل أثار ما حدث، يعني ليت تضعنا في الصورة لما حدث من اتفاق وكيف تم الاتفاق وأيضا القتيل وأربعة عشر جريحا، نريد أن نعرف هذه التفاصيل عن ما حدث في هذه الساعات. حقيقة أهلا بك. أعيان ومشائخ ومنهاء المنطقة الشرقية الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي وتدفقوا من كل حد وصوب مع ساعات الفجر الأولى، يعني في وسط جام من البيضة الساعة 6 تقريبا دخل مرحبية يشوف أنت طالع الساعة كم من البيضة يعني واضح ومصابي ريلة وإيش الشرقية لحل للأسف. يعني أستاذ أشرف هناك انقطاع في الصوت معك، سنعيد اتصال بك والزملاء يعيدوا اتصال بك في غرفة التحكم حتى نستمع إليك جيدا وتضعنا في هذه التفاصيل كيف جرت هذه الهدنة وكيف تم الاتفاق وهذه اللجنة التي تحدث عنها السيد بشير العقيد بشير لتسوية كل أثار محدثة اليوم من اشتباكات بين قوات تابعة لإبراهيم الجدران وأيضا كتيبة علي
علي حسن الجابر حتى نفهم مرة أخرى كيف جرت هذه التفاصيل، ويفهم أيضا المشاهد والرأي العام. الآن السيد بشير أو السيد أشرف القطعاني معي من جديد. أستاذ أشرف انقطع الاتصال به من جديد، سنعيد الاتصال. لكن أستاذ مفتاح، يعني لجنة لتسوية كل آثار ما حدث اليوم في ظل هذه القرارات وفي ظل عدم وجود أي ردة فعل من الدولة، سواء كانت من رئاسة الأركان أو من المؤتمر الوطني أو من الحكومة تجاه ما يحدث في جدابية، يعني كيف تصف هذا الصمت؟ يا أخ محمد، أنا ما زلت كنت أريد أن أستطرد. أنا أقول لك أنا مع كل هذه اللجان التي تحاول أن تصلح ذات البين بما يحدث الآن من الأخوة ومع الليبيين أعيان وحكماء وغيرها، لكن أنا دائما أريد أن أرى الأحلام والأمل، وأريد أن أقول شيء ثاني هو مهم بالنسبة لي أنا أن أقوله. على قد ما نحترم إخواننا الحكماء والأعيان وشيوخ القبيلة، ولكن دائما أنا أرى أن بناء الدولة أن هؤلاء حقيقة الأمر يفترض أن يكونوا في الحل الاجتماعي. أنا على قدر ما أحترمهم كشيوخ ويحترم فيهم لسنهم ورجاحة عقلهم، وأنا مع كل ما يفعلون به، ولكن هم حقيقة الأمر يعني يجوا في مكان نتيجة عدم وجود الدولة، وإلا لو كانت في مؤسسات سوف يكون الحل عبر المؤسسات، عبر الدولة، عبر الضبط والربط. الكل الذي نتحدث عنهم، نعم، سواء كتيبة علي الجابر أو كتيبة الجزيرة أو كتيبة آمر حرس قاطع الحدودي أو غيرهم، هؤلاء لديهم الأوراق التي تحدثت عليها قبل قليل، كلهم يخضعون لتعليمات أو يتبعون لرئاسة الأركان. نعم. هل رئاسة الأركان لا تعطي هذه التعليمات؟ هل هؤلاء يتبعوا لها أم لا؟ هذه تنتهي بأوامر وضبط، وكل من يخالف الأوامر يتعرض للمسائل القانونية. أنا حتى لا حقيقة الأمر يبدأ يعني هجوم ضدي بأنني ضد هؤلاء الشيوخ أو ضد المصلحة الوطنية وأنني أؤجج الرأي العام، أنا بالعكس أنا أقول أن تواجد هؤلاء الأشخاص مهم نتيجة الفراغ في الدولة الليبية، نتيجة أن الدولة الليبية ليس فيها مؤسسات. أنا أقدر عملهم وأجله، وما قاموا به هو حقيقة حق للدماء، لكن مقابلها لا، الحقيقة أن أستمرق هذه المسائل أن تحدث باستمرار، أن كل ما يحدث مشكلة أن نأتي بشيخ ونأتي بالأعيان والحكماء. لابد أن تبنى الدولة، إذا أردنا أن تبنى الدولة ألا نسمع كلمة أعيان وحكماء وشيوخ، ألا نسمع كتيبة تنطق باسم أي كان، إبراهيم الجدران أو غيره. هذه الجيش الليبي لا نسمع الدروع، من العيب والمخزي أن نسمع بعد 3 سنوات في 17 فبراير كتيبة اسمها الدروع، كتيبة اسمها إبراهيم الجدران، كتيبة اسمها مش عارف من. هذا مخزي وهذا عيب، وهذا الحقيقة يمارس هناك عدم الشفافية. هل هؤلاء بالفعل جيش وطني أم لا؟ وإذ لم يكونوا جيش فحقيقة الأمر فالمصيبة أكبر، لأن كل هذه المناطق لديها كتائب تخصها جهوية أم قبلية، وبالتالي نقول ليس لدينا جيش. وإذا ليس لدينا جيش، إذن لماذا الوزارة؟ ولماذا نقول أننا نريد أن نبني جيش؟ ولماذا ندفع المرتبات؟ نحافظ أقل ما فيه على مرتباتنا، وهذا ينطبق على كل كذلك المؤسسة الشرطية. هل اللجنة الأمنية هي من وزارة الداخلية أم لا؟ يعني أهم ملفين يا أخ محمد ملعوب فيهن بشكل كبير. طيب. جدا ولا نفهمه. نعم. ونأتي إلى المثل التونسي يقول لك إذا تحب تفهم الدوخ. طيب. عليهم أن هؤلاء يفهمون ما هو الوضع في ليبيا من حيث هذه المؤسستين، هل هناك جيش أم لا؟ هل هؤلاء يتبعوا قيادة الأركان مجرد أوراق ومستندات وتصرف لهم المرتبات وهم يفعلوا ما يريدون؟ هذا يغير على هذا، وهذا يعتبر هذه غنيمة، وهذا يعتبر كذا. ما حدث في المدة الماضية من درع الوسطى عندما هاجم كتيبة 21، تلك جريمة بكل هذه المعنى. طيب. قتل 5 يا سيد محمد. نعم. من السائق من كتيبة 21 الذين خرجوا من بغازي ليدافعوا
على هذه المدينة. نعم، والناطق باسم رئيس الأركان، الناطق باسم رئيس الأركان يقول سوء فهم أو التباس الموقف أسقط 5 في تلك الفترة، وسألته شخصيا في هذا الموضوع. لكن الآن أيضا يعود إلي السيد أشرف القطعاني، عضو بمؤسسة المجتمع المدني، يحدثني عبر الهاتف من نجدابية. أستاذ أشرف، يعني هل لك أن تتابع الآن ما كنت تذكره عن كيف جرت أو كيف جرت الأمور في الاتفاق والهدنة، وأيضا خروج كتيبة علي حسن الجابر من مدينة جدابية، واللجنة لتسوية كل أثار عن هذه الاشتباكات؟ طبعا المبادرات بدأت من أول ما انطلقت الأزمة، ونحن طبعا نستاء كمؤسسات مجتمع مدني من هذا الوضع. يعني ننتظر حدوث الأزمة لكي نجد لها حل ونستغيث بأعيان مشايخ القبائل. لكن مع ذلك القبيلة، وإن حاول البعض أن يقول أنها كانت سبب في هذه الأزمة، إلا أنها كانت أحد ركائز حل هذه الأزمة. مع ساعات الفجر الأولى وصل الوفد من منطقة البيضاء إلى معسكر الحنية، ودخل تحت القصف وتحملوا صراحة، يعني تحملوا المخاطر وكانوا لحل هذه الأزمة. وكان هناك حوار وتواصل مجتمعي خارج الأسوار وخارج ميدان المعركة، أدى بحمد الله وتوفيقه إلى وصول هذه النتيجة. طبعا كان هناك حراك من ليلة البارحة، أعتقد أن الرقم وصل إلى 13 اجتماع أب وإياب بين الطرفين قبل أن تبدأ الاشتباكات. وهذا الاجتماع كان يقوده أعيان ومشايخ مدينة جدابية، ثم جاء الدعم من أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية أيضا، لأن الدم واحد والأرض واحدة. طبعا الاتفاق كان ينصب في 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي وقف الفوري والكامل لكافة أنواع الاشتباك وأطلاق النار. وهذا حدث فعلا، يعني بتوفيق من الله عز وجل. نعم معي سيد محمد. نعم أستمع إليك سيد أشرف، تابع. الأمر الثاني أو النقطة الثانية كانت على خروج كتيبة علي حسن الجابر التي دخلت إلى منطقة الحنية، وتولى السيد بشيب الرفيرة بارك الله فيه، يعني مستأمن لهذه الكتيبة فعلا تحت حماية القوات الجيش الوطني التابعة للسيد بشير بوظفيرة. أيضا تم انسحاب القوات التابعة لما يسمى بإقليم برقة من ميدان الاشتباك، حتى هم بارك الله فيهم تعاونوا معنا بغض النظر عن أي شيء، تعاونوا معنا ولبوا النداء واستجابوا لكل مطالب، حتى المطلب الخاص بجمعية الهلال الأحمر عندما أرادت أن تدخل لتفقد الميدان وتفقد المصابين، استجاب الجميع وأوقف إطلاق النار، وهذا كان له صبر كبير في التوصل لما توصلنا إليه الآن. نعم. طيب أستاذ أشرف، أيضا أسأل عن الإصابات وعن يعني هذا العدد الذي ذكره العقيد بشير عن 14 إصابة وقتيل، هل لك أن تؤكد ذلك؟ وأيضا مسألة الإصابات، هل هي بالغة أو إصابات طفيفة حدثت؟ هل هناك منازل تعرضت إلى هذه القذائف التي يتحدث عنها الكثيرين؟ أيضا هل هناك من تضرر من المدنيين في أثناء هذه الاشتباكات؟ نحن طبعا كنا قريبين جدا من منطقة الاشتباك، وإن لم يحدث اشتباك مباشر بين الطرفين، كانت هناك كل اللي حاصل قذائف من مناطق بعيدة. كل الإصابات أو أغلب الإصابات نتجت عن انفجارات لهذه القذائف أو سقوط بعض الصواريخ على بالقرب من بعض العسكريين أو من بعض أنت عارف لما يكون فيه حاجة زي هذه يلتم الجميع، خاصة في المنطقة كلهم جو فيه اللي أصيب وهو أصلا مش عسكري أو مش من لا تابع لهذه القوات ولا تابع لهذه القوات، فقط جاي ممكن جاي يتفرج أو جاي يتابع أو شيء من هذا القبيل. الإصابات تقريبا هي لم تصل ال 14، أنا أعتقد أن 11 إصابة
لا تكون هناك إصابات جديدة يعني. عند المغرب كانت 11 إصابة وقتيل واحد، هذا القتيل هو كان مدني جاي بسيارته في 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 صادف وجوده في في نفس بداية الاشتباك، ففقط قدر قريب على السيارة فاستشهد نسأل الله أن يرحمه. نعم. لكن لم يصل الأمر إلى اشتباك مباشر بين الطرفين. نعم لم يصل الأمر، فقط كانت قذائف بين الطرفين ولم يصل الأمر إلى اشتباك مباشر كما يقول الأستاذ أشرف القطعاني عضو بمؤسسات المجتمع المدني من مجدابية. بهذا القدر مشاهدينا الكرام نكتفي من هذه التغطية على ما حدث في مدينة مجدابية. لم يبقى إلا أن نشكر ضيوفي في هذه التغطية، الأستاذ مفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة برنيق، وكذلك أشكر ضيوفي الكرام سيد والعقيد بشير بطفير أمين القطاع الحدودي كان معي عبر الهاتف من مدينة مجدابية، وكذلك أشكر السيد أشرف القطعاني عضو مؤسسة المجتمع المدني بمدينة مجدابية. فقط أنوه أن هناك صمت تجاه ما حدث في مدينة مجدابية، حاولنا مع كل الجهد من الزملاء الاتصال بكل المؤسسات في الدولة سواء من الحكومة أو رئيس الأركان أو المؤتمر الوطني، حتى أعضاء المؤتمر الوطني على مدينة مجدابية رفض التعليق على ما حدث، وهناك أسئلة كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع ربما سنتركها في تغطية أخرى حتى يكون هناك مسؤولين نتحدث معهم تجاه هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة، محمد زيدان يترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.